علشان توصلكم كل الفيديوهات اللي انزلها، اضغطوا على زر الجرس، بعدها اعمل صح، بعدها اعمل حفظ. التربة الخصبة تعني كل شيء لما تكون شخص يحب الزراعة، وما انه في كثير ادوات ومواد غالية الثمن، انا هنا راح اخبركم بست طرق علشان تخلوا اي نوع من التربة يصير صالح للزراعة ومليان معادن بطريقة طبيعية جدا، بتخليك ما تحتاج تشتري اي مواد كيماوية يلي ممكن تكون ضارة اكثر من مفيدة. بيضة نية، الحل لنباتات مثمرة ممكن يكون سهل بسهولة دفن بيضة نية في التربة. وانتو تجهزوا وعاء للزراعة، ببساطة دفنوا بيضة نية، ومع الوقت البيضة راح تتحلل وراح تعمل تخصيب طبيعي لأي نوع من البذور راح تحطوا فيها. ممكن بعد تستخدموا قشور البيض مكسرة يلي راح تعمل بنفس جودة البيضة النية تقريبا، لأنه قشور البيض تحوي على الكالسيوم والنيتروجين والحمض الفوسفوري يلي يخص بالتربة. علشان كذا المرة الجاية لما تغلوا بيض لا ترموه، اخذوا القشرة وحطوا فيها بعض التربة وحطوا البذرة داخل التربة، ولما تشوفوا انها بدأت شوي تكبر شيلوا قشرة البيضة وزرعوها في التربة برا. الموز، بما انه يحوي مجموعة كبيرة من المغذيات يلي منها الكالسيوم والفوسفات والسيلفر والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، كل هذه المغذيات تساعد بشكل كبير النباتات، وأفضل طريقة لاستخدام قشور الموز هي تقطيعها لقطع صغيرة علشان تتحلل أسرع، ودفنها في التربة لتصير غنية. الرماد، إذا كان عندكم مكان للشوي بالبيت راح تحبوا هالطريقة لمعادلة الحموضة في التربة، وعلشان تستخدموا هالطريقة شيلوا بقايا الرماد ورشوها في المنطقة اللي زرعتوا فيها بذور أو نباتات، وراح يعمل الرماد على تخفيض معدل الحموضة في التربة مما بيساعد على نمو النباتات. الأوراق، إذا سمحتوا للأوراق أنها تعفن في التربة في وقت الشتاء راح تخلي التربة خصبة وتجهزها للفصل يلي بعده. الأوراق راح تخلي التربة ترجع لوضعها الطبيعي وراح تبدي تتحول للون الأغمق، مما يدل على أنه التربة صارت أغنى. أملاح إبسوم، طريقة خاصة أملاح إبسوم ممتازة للتربة. معدل الحموضة المنخفض جدا عادة يدل على عدم توازن في المغنيسيوم، علشان ترفعوا معدل الحموضة في التربة حطوا ماء مع أملاح إبسوم ورشوها على النباتات. السماد بانتظام، إضافة السماد بانتظام للتربة راح يحسن من بنية التربة ويخليكم تستخدموا ماء أقل، وراح يقلل من أمراض النباتات بشكل كبير. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم استفدتوا، اضغطوا لايك إذا حبيتوا المقطع واشتركوا في القناة ليوصلكم كل جديد. ألقاكم في فيديو ثاني.